وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الصالح هو الذي قام بحق الله عز وجل وبحق عباده، وإذا قام الإنسان بحق الله وبحق عباده صلحت له الدنيا والآخرة. وأل هنا أل الموصولية، لما؟ لأنها دخلت على اسم الفاعل صالح يعني الذي صلح، وتقول الذي صلح، لكن من باب التدقيق في العبارة إذا فتحت اللام في صلح فالمراد أنه بدأ في الصلاح، وإذا ضمت اللام فإنه الرجل الذي صارت فيه صفة الصلاح سمة، مثل ما مثلنا بفقها وفقها وفقها.